بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وعودة مرة أخرى إلى كرة اليد وإلى دوري كرة اليد المحترفين. اللقاء اليوم يجمع ما بين نادي هليوبلس صاحب الأرض من صالة الشروق مع كوماندوز كرة اليد المصرية نادي الزمالك. أمام حضراتكم لقطات كده من الورم أب أو الإحماء للاعبين. إن شاء الله تبقى مباراة ممتعة، مباراة شيقة بينتظرها كل عشاق أون تايم سبورت في كل مكان. عايزين نتكلم عن حدث بعتبره واحد من أفضل الأحداث اللي حصلت يمكن في 2020، إن قناة مصرية زي أون تايم سبورت تستطيع أن تحصل على حقوق من الاتحاد الأوروبي لنقل مباريات الشامبيونز ليج للرجال والسيدات. عشاق كرة اليد ومتابعينها يعرفوا مدى الحجم الكبير لهذين البطولتين سواء للرجال أو للسيدات، لكل عشاق كرة اليد كان من الصعوبة جدا أن أنت تتفرج على هذه اللقاءات إلا يعني مدفوع الأجر، لكن دلوقتي أنت بتتفرج عليها وانت في أي مكان في أريحية شديدة جدا. طبعا كل الشكر بأمانة، كل الشكر لكل القائمين على قناة أون تايم سبورت وعلى كل الناس أصحاب الفكرة اللي أسعدونا وأمتعونا، وحاجة جميلة جدا جدا لم تشهدها. أنا بقولها يعني الواحد متابع لكرة اليد يمكن من عقود أكتر من 30-40 سنة لم تشهدها مصر على الإطلاق. تحية كبيرة كبيرة جدا جدا لكل القائمين على أون تايم سبورت على هذه الفكرة الأكثر من رائعة، وأعتقد أن هي ليست الأخيرة. نعود مرة أخرى إلى اللقاء. نادي الزمالك وادي نادي هليوبلس بقميصه المميز، وادي أمام حضراتكم بابا نويل كرة اليد المصرية الكابتن محمد الألفي، وادي لاعبي نادي هليوبلس. صرح جميل جدا عمله نادي هليوبلس في مدينة الشروق، صالة مغطاة ولا أروع. يمكن كانت في الأسابيع الماضية بتستضيف معسكر المنتخب المصري استعدادا لبطولة العالم 2021 اللي بتستضيفها مصر على أرضها إن شاء الله. أدي نجومنا وأدي كل حبايبنا في كرة اليد، لعيبة كلها أسماء من ذهب، حاجة جميلة جدا. يعني هليوبلس والزمالك يمكن هنتكلم بقى أثناء المباراة، وخليط من التبادل ما بين اللعيبة، لعيبة كتيرة جدا من نادي الزمالك بتلعب في هليوبلس ومن هليوبلس لنادي الزمالك، هنقولهم وهنستعرضهم وهنحكي حكايتهم، وحاجة جميلة. ودي شايفين الروح من أول. أدي لوكا محمد علاء كان بيلعب في نادي الطيران وأحد نجوم المنتخب المصري مواليد 88، ودي محمد علي. لا نجوم كتير قوي قوي وحكايات النهاردة هنحكيها مع أحداث اللقاء. يمكن المدير الفني لنادي الزمالك في إطار فني جديد نادي الزمالك كابتن حسين زكي ومعاه حسن يسري، اتنين من نجوم نادي الزمالك اللي أمتعونا. وادي بقى طبعا المراقب كابتن هاني سعيد والمقاطي والمسجل، كل الأمنيات الطيبة بأن المباراة تخرج بصورة طيبة ونستمتع باللقاء. طاقم التحكيم كمان على أعلى مستوى، واحد من أفضل الأطقم التحكيمية اللي موجودة في مصر، محمد سامي ومصطفى المعاملي من الدقهلية. يعني نقول كل العوامل وكل المعطيات لهذه المباراة تدينا إنتاج أكثر من رائع، إنتاج عالي الجودة سواء من الإطار الفني لكلا الفريقين كابتن محمد الألفي وكابتن أحمد نبيل وكابتن هشام أدري كابتن توفيق إداري الفريق، كوكبة كبيرة جدا. أيضا نادي الزمالك كابتن حسين زكي، كابتن حسن يسري، أبو بكر صلاح الحراس مدرب حراس المرمى، أحمد صلاح معد بدني، و كابتن جمال شعبان المدير الإداري، وأيضا كبير عائلة أو كبير أسرة كرة اليد في نادي الزمالك الكابتن حمادة عبد الباري، واحد من الناس اللي أعطوا نادي الزمالك الكثير والكثير، وأيضا في فترة من الفترات للمنتخبات الوطنية كابتن حمادة عبد الباري، واحد من القيم الكبيرة في كرة اليد المصرية.
كابتن ألفي وكابتن أحمد نبيل الشهير ببوجو، بابا نويل، وواحد من يعني أنا بطلق عليه شهبندر تجار السعادة في كرة اليد المصرية، كابتن محمد الألفي القيمة والقامة. ويمكن من الطريف في بطولة العالم 2001 كان كابتن محمد ألفي هو مساعد للخواجة زوران، وكان حسين زكي لسه مصعد إلى الفريق الأول، وكابتن ألفي هو اللي اختاره علشان يلعب في فرنسا. ادي بقى الايباد، وادي حسين زكي والشغل بتاع اسبانيا، احترف في ريال سوسيداد، وحاجه جميله جدا. ولما نلاقي عناصر الشباب بتمتزج بالثقه وتمتزج بالخبره والاحتكاك الاوروبي، ونشوف الكلام بقى ده مع مين، مع الكوماندوز الزملكاوي. نقترب اعزائي المشاهدين من صافره البدايه، وادي الكابتن محمد سامي هو ده اللي امام حضراتكم، وعلى بركه الله نبدا احداث اللقاء. نادي هليوبلس بالقميص السماوي، ونادي الزمالك بالقميص الاشهر في مصر، ايه الابيض وخطين حمر كده، يعني قميص مشهور جدا جدا ومعروف لكل عشاق كره اليد في مصر. ادي دونجو رقم 15، وبداية قوية، كان أحد لاعبي نادي الزمالك، حصد معاهم العديد من البطولات المحلية والأفريقية، لاعب مميز جدا، مواليد 92، وحصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في سنغافورة. وعلى الجناح لكن محمد علي في الزمان والمكان، ودي يحيى الدرع أحد أبناء نادي هليوبلس، لكن اللي احترفه خالد وليد، قلت لعيبة كتيرة جدا، وأولى الأهداف بالجولدن بوي، الجولدن بوي أحمد الأحمر، أحمد الأحمر الفتى الذهبي لكرة اليد المصرية، وواحد من يعني أعواد المسك الجميلة، وهدف سريع ورد سريع من نادي هليوبلس. نجوم كتيرة قوي، رقم 61 أمام حضراتكم من نادي هليوبلس. أحمد محمود، تمريرات في الخط الخلفي، وادي كابتن محمد سامي، تقريبا يبدو في حاجة في الملعب كده، أحمد الأحمر وكريم شكري، كريم شكري أهو أمام حضراتكم لاعب نادي هليوبلس بالقميص رقم 13، وادي أشهر الأرقام في الدوري المصري، وواحد من يعني الأرقام المحببة للصغار والكبار، رقم 66 اللي اقترن بنجمنا العالمي، النجم المصري، النجم للكوماندوز أحمد الأحمر. أدي خالد وليد، واحد برضو من يعني اللعيبة اللي انتقلت من نادي هليوبلس، وكأن نادي هليوبلس هو المزخر الأول لنادي الزمالك، برضو في محسن رمضان انتقل للنادي الأهلي. حسن وليد أحد أبناء نادي الشمس وأحد النجوم القادمة بسرعة الصاروخ. كريم شكري على التمرير والتصويبة والهدف، تمريرة سريعة، وادي ادي رمية إرسال سريعة كمان. وادي محاولات من نادي هليوبلس اللي بياخد المبادرة الهجومية والتصويبة والهدف من اللاعب رقم 9 من نادي هليوبلس عمر نادر، من أبناء نادي هليوبلس. أجيال من الشباب شايفين على المقاطي والمسجل، أحمد محمد عبد الحميد وبسملة، والعنصر النسائي متواجد في هذا اللقاء لكن كمسجل لهذا اللقاء. وادي الدرع بيحاول يمر بالكورة كده، لكن مقابلة قوية جدا معاه، حافظينه بقى مع بعض ولعبوا مع بعض كتير. سيف الدرع أخوه مازال بيلعب في نادي هليوبلس، الأخوين في أمام بعض، رقم 35 أمام حضراتكم، ده هشام مجدي كان بيلعب في نادي الطيران وانتقل لنادي الزمالك ثم هذا الموسم مع نادي هليوبلس. ادي سيف، من المفارقات الجميله ان تلاقي الاخين بيواجهوا بعض، والاخين على اعلى مستوى، لكن في النواحي الدفاعيه مش هيبقوا واقفين قدام بعض.
كده بيطلع يعمل زيادة رقم 35 هشام مجدي لاعب الدايرة. من دونجل كده بيحاول يعمل تمريرة رقم 15 دونجل لهشام لكن ما تكملش الكورة. ادي دونجل لعيب مهاري جدا دونجل على مستوى واحد على واحد. وادي تمريرة كده من علي حازم لعب برضه في نادي الزمالك واحمد الاحمر. احمد الاحمر وهدف في محمد اكرم. محمد اكرم لعب في الزهور والاهلي واستقر بيه الحال في هليوبلس. وادي نادي الزمالك وادي الخبرات وادي الاحمر كده ثلاث اهداف مبكرين كده لاحمد الاحمر بيفتح شهيه زمايله. 5-3 لنادي الزمالك. وادي بيسقف له حسين زكي لما بيلاقي لعيب بقى بامكانياته وخبراته هو اللي بيجري في الهجوم الخاطف وهو اللي عنده المبادره الهجوميه. طبعا المدرب بيدي لعيبته ثقه. هو اللعيب الاكثر سنا والاكبر سنا والاكثر خبره احمد الاحمر. وادي الدرع علي حازم سيف وبيعمل لعلي حازم تمريره والتصويبه لكن محمد علي الكره كده تيجي في وجه محمد علي من تصويبه اشول اللي هو احمد محمود. خلاص احنا هنقول الاسم بقى الشهره اشول. اللعيبه بتحب طبعا بيبقوا معروفين وسط اصدقائهم ومعارفهم حتى في الوسط كره اليد باسماء الشهره. ادي محمد علي احد نجوم حراسه المرمى في مصر. محمد علي خالد وليد الدرع الكبير يحيى الدرع. تشكيلة شبابية 100%. أحمد حسام رقم 18. أدي أحمد حسام يحاول يلحق الكرة لكن تبقى الكرة خارج الملعب. مباراة في غاية الأهمية. احنا المباراة دي ضمن المجموعة الأولى زي ما عارفين إن الدوري المصري مقسوم إلى مجموعتين. مجموعة رقم واحد فيها هليوبلس والزمالك وطلاع الجيش وسموحة والطيران والجزيرة وحدائق الأهرام وأسيوط الرياضي وبترول أسيوط. نادي الزمالك بيتصدر المجموعة من 5 لقاءات ب 15 نقطة. هليوبلس عنده 13 نقطة من 5 لقاءات عنده 4 فوز وهزيمة. اخر مباراة كان هليوبلس بيلعب سموحة وفاز على سموحة. والزمالك كان عنده اخر مباراة يوم 16 اكتوبر لان الدوري كان متوقف علشان تجميعة المنتخب اللي خاض خلالها مباراة مع البحرين مباراتين وفاز فيهم ومباراة مع طلائع الجيش. ادي دونجل ومحاولة للاختراق لكن دفاع قوي جدا من حسن قداح احد اللاعبين المميزين والتصويبة لكن تبقى رمية ركنية. سيف لدونجل بيطلع له كده حسن وليد بيلعب عليه عالي شوية طبعا حافظين بعض كويس. وادي محمد علي والتمريرة الثاقبة ويطلع أكرم. يا سلام يا أكرم يا سلام يا أكرم. وادي الحكم بيعدل مسار الكورة. كابتن ألفي قاعد وعلى الدايرة يا راجل وهدف. كرة قوية جدا جدا جدا. هشام مجدي جديد لاعب نادي هليوبلس ولاعب الدايرة بيدافع في مركز 3. ودي كرة محاولة للاختراق كده من أحمد حسام لكن بقوة كده في قوة من سيف الدرع. هنشوف كابتن محمد سامي. الملعب بيقف. المجموعة الثانية فيها النادي الأهلي وسبورتنج والزهور والأولمبي والبنك الأهلي ونادي المعادي وبورسعيد الرياضي ونادي الشمس ونادي أصحاب الجياد. 18 فريق. بنستأنف تاني هنشوف الدرع هيعمل إيه هو وحسن وليد. أحمد حسام
بيطلع بكار واحد من الصفقات القوية جدا. يا سلام يا حسن، من أعلى نقطة كده بيتمركز وبيركب من فوق المدافع وبيصوب تصويبة قوية. وادي دونجل سيف الدرع، كان في كلام إن هو هينتقل لنادي. يا سلام يا دونجل على المهارة. 6-4. ابتدى يفتح الدفاع شوية نادي هليوبلس، ابتدى يفتح الدفاع. وادي أحمد حسام وتمريرة تقع الكرة ويجيبها علي حازم. الحكم بيدي بليون، وقف علي حازم علشان كان عايز ياخد فاول، لكن مصطفى المعاملي حكم كان قريب للكوره وقال له ادي الكابتن الف بيكلمه. حسام لقداح لخالد وليد اللي بيطلع يعمل السياده والمسانده الهجوميه. تصويبه يا خبر ابيض، حاجه كده لا تصد ولا ترد من يحيى الدرع. تصويبه صاروخيه، بيمتاز بالنوعيه دي من التصويبات، يعني زي كده ميكل هانس. وشفنا امبارح باريس سان جيرمان وهو بيلعب بورتو على قناتنا بقى اون تايم سبورت. يا سلام يا محمد يا علي، نتكلم براحتنا عن دوري ابطال اوروبا لان خلاص بتتذاع على قناتنا اون تايم سبورت وبقى في متابعين ومشاهدين. فالنهارده لما نقول يحيى الدرع بيصوب كده زي ميكل هانس يبقى ما بنقولش على حد مش معروف بالنسبه لنا. سبعة أربعة. شايف كده في ثقة من البداية في أداء لاعبي نادي الزمالك. سيف برضو كلها عناصر صغيرة، يعني أكتر من لاعب بيرحل عن نادي هليوبلس. وادي تصويبة قوية جدا في وجه الحارس، سلامات إن شاء الله لمحمد أكرم. تصويبة قوية جدا من أحمد حسام، أو راح له أحمد حسام، كلهم صحاب وزمايل. مواليد 94 محمد اكرم، نادي هليوبلس من الانديه العريقه في كره اليد. حصل على بطوله الكاس في اكتر من مناسبه، وحصل على وصيف الدوري، ولعب في بطوله افريقيا. كره قويه جدا بتتعب اي حارس، لان الحارس بيبقى طالع مندفع بكل قوته، والكره بتبقى يا جماعه عايز اقول لكم سرعتها ممكن تتخطى فوق ال 100 كيلو في الساعة. يعني شوف سرعة الكرة تبقى طالعة قد ايه في الثانية، سرعتها قد ايه، حاجة تبقى قوية جدا يعني. حسن قداح ليحيى الدرع، أحمد حسام والبحث عن ثغرات دفاعية. أدي حسن والتصويبة الأرضية، معروف قوي حسن بالتصويبة دي، يعني كل لاعب بيمتاز. وأدي الهجوم الخاطف 8-4. دي دونجل مصطفى صادق رقم 15، قلنا بقى هنقول اسماء الشهرة. دونجل بيجي كده علي حازم في تاكتكس معين متفقين عليه. علي حازم بيطلع شديد، دونجل عايز يعدي تمريرة، سيف الدرع لسه ما اشتغلش، وادفاع قوي عليه جدا من احمد حسام. كده معين بيتعمل في الملعب، هنشوف دفاع قوي جدا وذكاء جدا من خالد وليد حافظ. خالد وليد حافظ، وادي ايقاف دقيقتين على احمد حسام. خالد وليد طبعا عمره كله مقضيه مع سيف الدرع، منتقل هذا الموسم لنادي الزمالك. نقص عدد، ايقاف لاحمد حسام. هنشوف نادي هليوبلس، يعني اعتقد الحكم احتسب ان ممكن يكون فيه دفاع شويه كده من الخلف فيها خطوره على اللاعب، فعلى طول ما ترددش وادى الايقاف دقيقتين. هنستأنف برميه حره وزياده عدديه، ست لاعبين من هليوبلس مقابل خمس لاعبين. ايقاف لاحمد حسام، هنشوف اكيد واخدين جمله بقى هينفذوها. بيعمل الوان تاتش كده دونجل، لكن الكوره خارج الملعب.
ودي حوار كده ما بين حسن يسري وحسين زكي، التفاهم والانسجام ما بين الإطار الفني لنادي الزمالك، لعبوا مع بعض كتير واحترفوا في الخارج، خبرات كبيرة جدا، وهو ده سنة الحياة، يعني ان يجي حد ومن الشباب ومن ابناء نادي الزمالك يكمل مسيرة ما قبله. تمريرات في الخط الخلفي، وحسن وليد هو اللي خد المبادرة. شفنا احمد الاحمر في اول 5 دقايق احرز 3 اهداف، بعديها حسن وليد 3 اهداف اهو تاني على الجناح، وهو ده المكان اللي قادر يخترق منه نادي هليوبوليس. أشول تسعة خمسة، دقيقة 12، أحمد الأحمر جه بره كده بيلعب في الرايت باك، والدرع وادي حسن عايز يبدل الكرة كده، لكن كابتن محمد سامي بيقول له يعني انت نزلت برجلك الاول. بيقول له 7 ليفت، تاكتكس معين كده بيتعمل، هو بيجيبه احمد الاحمر على النص، والتصويبة. يا سلام يا اكرم، يا سلام يا محمد يا اكرم، حارس هليوبوليس في المكان والزمان، لعيبه وحراس المرمى بالذات بعد المباراه بيقعدوا يفتكروا الكور اللي اتصدوها من احمد الاحمر تحديدا. الدرع، شايفين الخداع عمل ان هو هيمرر لاحمد الاحمر. امكانيات نادي الزمالك بيمتلك كوكبه، يعني فعلا انا باطلق على هذا الفريق فريق كامل العدد. يا سلام على التمريره، يا سلام على الانهاء. خالد وليد مكسب كبير جدا، لاعب المنتخب الوطني. وادي دونجل 10-5، ابتدى الفارق يتسع. بطاقة صفرة بيشيرها مصطفى المعامل لحسن وليد. بيحاول يخترق وعمل الزيادة وهدف، عملوها بشكل جيد جدا، نقل الكرة بشكل سريع. وادي بقى سرعة الهجمة، أحمد الأحمر، لا مش أحمد الأحمر، أحمد الأحمر بيخرج. حازم ممدوح أهو رقم 55 هو اللي أحرز الهدف. وادي الايقاف الثاني، ايقاف ثاني لسه نازل احرز هدف وفي الهجمه وهو راجع بياخد ايقاف. وادي الكابتن حسين زكي بيكلمه بيقول له ما كنتش تروح عليه. 11-6، بنلعب في الدقيقه 14. علي حازم رقم 7. يا سلام على التمريرة، يا سلام على التمريرة، انا سكت كده اللحظة علشان الواحد ينفعل معاها بشكل رائع. عملوا تمريرة وانسجام وتفاهم، لعبوا مع بعض كتير جدا في نادي هليوبوليس، خالد وليد مع واحد من افضل اللعيبة الدوائر اللي جم في مصر. انا بقول لكم يعني هيكون ليه مستقبل اكتر من كده، وننتظره كمان في الدوريات الاوروبية. هدف سريع من اشول بيرد بسرعة، بيقلص فرق الاهداف ل4 اهداف. الدرع واحد من افضل اللعيبة اللي لعبت في الليفت باك، وكمان في مركز صانع اللعب، وعنده تناغم وترابط كبير جدا مع لاعب الدايره، وخصوصا لما يبقى خالد وليد.
ابتدوا يعلوا تماما على الدرع، عارفين خطورته ومين اللي بيعلى عليه. مواجهة أخوية أسرية، عملوا الزيادة العددية ترجع تاني، ناقص عدد. وتصويبة فين؟ بعيدة تماما من اللاعب رقم 7 مصطفى خليل. ينزل أحمد الأحمر، مصطفى خليل أحد اللعيبة اللي هيذكرهم التاريخ، اللي منتقلين من النادي الأهلي إلى نادي الزمالك. بيخرج أكرم وبينزل عبد الرحمن موندي. موندي لعب في الأهلي واستقر به الأمر، وهدف من الجولدن بوي. 13-8. وادي الكابتن ألفي بيقول كملوا، يعني خلاص الإيقاف دقيقتين انتهى. بص الروح، الأخين بيلعبوا الكرة لبعض إزاي. لقطة من اللقطات الجميلة، يعني مش ممكن دي لو حصلت في ماتش ياخدها اللاعب ويطلع فاست بريك، إنما هو عارف إن مش ممكن يبقى في غدر كده على أخوه ولا حاجة. حاجات جميلة جدا بنشوفها، وروح هي دي فعلا ما يطلق عليه أسرة كرة اليد. لغز محدش يعرفه إلا اللي داخل الأسرة. سيف بينزل رقم 9 في مركز صانع اللعب، عمر نادر. سيف بيعمل الزيادة، وادي عمر نادر، ولكن تصويبة محمد علي في المكان والزمان. بيجري يحيى الدرع، تصويبة وهدف من مصطفى خليل من مواليد 92، برضو من اللعيبة اللي حصلت على ذهبية سنغابورة أو سنغابور للألعاب الأولمبية للناشئين أو للشباب. الدرع لعلي حازم، دفاع قوي جدا، وادي شديد بيروح يلعب، شديد بيلعب كده ما بين 2 و3 علشان ما يخليش يحيى الدرع يعلى، ويقدر يخلي علي حازم يعمل الزيادة علشان توصل لسيف. شغل بقى تكتيكس دفاعي، يا سلام، وابتدى يشتغل سيف الدرع. شفت المهارة، شفت الفنت، الدوران، ولا أروع، شفت التصويبة من أعلى الحارس. وادي الكابتن احمد نبيل بيتكلم، ادي تاني، يا سلام على المخرج، يا سلام على الاخراج، يا سلام على الاعاده، يا سلام على المهاره. بيبتدي يعمل، يعني شايفين، نخلي بالنا قوي، الدقيقه من الدقيقه 17 حصل روتيشن داخل لعيبه نادي الزمالك. خلاص هو خد من التشكيلة الأساسية أول 18-19 دقيقة وابتدى يعمل روتيشن. المدرسة دي هي المدرسة الأسبانية، ديفيد كامارا كان بيعمل كده، اشتغل معاه حسين زكي، أيضا روبرتو جارسيا المدير الفني الحالي الأسباني منتخب مصر، نفس الطريقة نفس الأسلوب. وتصويبة من لوكا، ولكن القائم يتعاطف، وهجوم خاطف، وكريم شكري واحد من أمهر اللاعبين اللي لعبوا في المركز ده، كريم شكري الجناح الأيسر لنادي هليوبوليس. دفاع قوي جدا على دودو. أحمد مؤمن صفا، تقريبا التشكيلة بالكامل اتغيرت، نادي الزمالك غير التشكيلة بالكامل، 7 خرجوا و7 نزلوا. يا سلام على الدايرة، يا سلام يا وسام، عملها له بقى دودو كويس جدا. احمد مؤمن صفا، نجم الكابتن مؤمن صفا، امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد. وادي الهجوم الخاطف، سيف رايح رايح لوحده، والتصويبه والهدف رقم 11. ابتدى نادي هليوبوليس يخش رويدا، وادي وقت مستقطع بيطلبه حسين زكي. قلت 7 لعيبة، شفت بقى لعيب اللي بيعمل كده ده مواليد 98، لكن من خبراته وهو بيلعب من صغره مع الفريق الأول في نادي هليوبوليس وتصعد للفريق الأول لمنتخب مصر وخبرات، شفت بقى اللعيب لسه هو بيقول له اهدى، لسه المباراة لسه موجودة، احنا لسه داخل الحالة النفسية والحالة المزاجية لكل لاعب، احنا لسه جوه المباراة،
وادي لقطات جميلة بيعيدها لنا الإخراج، وادي الهدف الجميل لمصطفى خليل. قلنا الدقيقة 17 ابتدى، والدقيقة 18 عمل روتيشن كامل حسين زكي للفريق، الفرقة اللي كانت موجودة في الأول. طبعا هو كل مدرب بيجرب بعض الأمور، لكن هو شال 7 لعيبة وحط 7 لعيبة أو شال 6 لعيبة تحديدا، لأن الحارس محمد علي زي ما هو. يعني شفنا أحمد مؤمن مكان بكار ولوكا ومصطفى خليل ومصطفى بشير بيشو رقم 9، تجربة احترافية، لعب في النادي الأهلي وبعدين سافر بره وبعدين لعب في نادي سبورتنج وانتقل من سبورتنج لنادي الزمالك. وادي وسام لاعب دايرة، لاعب منتخبنا الوطني دونجل، مصطفى بشير والتصويبة، تصويبة صاروخية من مصطفى بشير والهدف رقم 15. سيف الدرع بيعمل تمريرة لعمر بسيف تاني، وادي تهويشة وارتقاء للتصويب لكن بيمرر، وادي حسين زكي بيسقف كده لهتلر. وصلنا للدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول، هليوبلس والزمالك، الجولة رقم 9. يا سلام على الدايرة، يا سلام على الاستلام، ولا أروع من التصدي من محمد علي. وادي الهجوم الخاطف، وادي وسام، مصطفى خليل يلعب لمصطفى بشير وبيطلع كده في لقطة جميلة. وادي إيقاف دقيقتين، هنشوف كابتن محمد سامي بيشاور إن في دفعة حصلت لبشير من عمر نادر، أو خارج عمر نادر بالقميص رقم 9 والهدف رقم 16. وادي بيتكلم معاه أحمد نبيل بيقول له الراجل رايح معدي، ناقص عدد، ابتدى ينزل دونجل تاني علشان يلعب صانع لعب، هنشوف هل هيخرج هشام ولا هيلعب بزيادة عددية، الحارس هيخرج ويلعب بزيادة، هنشوف. يبقى كده بيلعبوا 5، تقع الكرة والحكم بيحتسب دخول لمنطقة المرمى، كان بيلعب 6، الحارس كان بيغير. مصطفى بشير على الاختراق، يا سلام يا لوكا، يا سلام يا لوكا على المهارة، يا سلام يا لوكا على الاختراق، يا سلام يا لوكا على الخداع، مش ممكن يا جماعة، مهارات وحن وقت مستقطع يطلبه كابتن أحمد نبيل علشان يقدر يعدل ويتكلم مع لاعبته، لأن الفارق بعد ما كان وصل لـ3 الفارق اتسع تاني. أدي لقطات على الاستلام، وأدي التصدي بتاع محمد علي، استلام أكثر من رائع من شديد بإيد واحدة، وأدي الهجمة، لقطات جميلة بيعيدها لنا مخرج اللقاء. هايلايتس كده علشان اللي كان بره واللي لسه راجع وبيفتح كده اون تايم سبورت، هايلايتس كده بيعدهن مخرج اللقاء، بريفيو عن احداث لقاء نادي هليوبلس ونادي الزمالك. وادي التايم اوت، خلاص صافرته انتهت، سبعتاشر حداشر.
وادي دونجل بيحاول يعدي وتمريره لكريم شكري وتصدي من محمد علي. كان لازم يفتح لنفسه شويه كده كريم شكري. مصطفى بشير ده مصطفى خليل وعلى طريقه اخدم نفسك بنفسك. وادي شكري عايز يعوضها ويعوض الكوره ويحرز الهدف رقم 12 الدقيقه 22. دونجل لمصطفى خليل تصل للجناح لاحمد مؤمن. دودو اكتمل خلاص نادي هليوبلس. خليل لبشير. يا سلام يا بشير، واحده كده راح بوشه كده على دودو احمد مؤمن وبعدين لف رست ايده على الجول. الهدف رقم 18. وادي سيف بيعمل تمريره والتصويبه قويه جدا من علي حازم. فارق بقى اصبح 6 اهداف والتصويبه مباخته من مصطفى خليل. محدش بيقابل خالص، مشكله دفاعيه في نادي هليوبلس. بيلعبوا 6-0 بس مفيش مقابله. الفارق بقى 7 اهداف لما نزل مصطفى بشير ومصطفى خليل. الاثنين بيمتازوا بالتصويب من بره التسعة متر او من على التمانية متر. لازم يحصل معاهم مقابلات والا هتبقى كل هجمه هي مكرره، مره ده هيشوط ومره ده هيشوط، فلازم يبقى في كلام بقى ما بين الشوطين من كابتن الفي وعلي حازم. والتصويبه والهدف رقم 13. عمل له الزياده العدديه كويس. ادي شايفين زي ما قلت لحضراتكم هتبقى يعني باصه وشوطه، تمريره وتصويبه. 20-13 مفيش مقابلات خالص. دونجل بيروح دايما دونجل يلعب على 2 و3 ما بينهم علشان يخليهم يضموا عليه، ومعامل الزياده للي جاي بقى سواء كان يبقى سيف او علي حازم. ولو لقى مساحه ما بينهم بيخترق دونجل طبعا. 20-13 بنلعب في الدقيقه 25 من احداث الشوط الاول. وادي دونجل ونشوف الحكم بيحتسب في صافره كده في ايقاف 2 دقايق. تاني مره اهو تاني ايقاف، يمكن نزل في 10 دقايق كده ولا حاجه. بيحصل عليه حازم ممدوح. يخرج محمد علي وشايف كده يمكن اللي نزل فلفل. محمود خليل فلفل. فلفل وعلي حازم وهدف لعلي حازم من رمية جزائية. نقص عدد لنادي الزمالك. أو كابتن ألف بيقول لهم الجون فاضي، يبقى إذا نادي الزمالك بيخرج الحارس علشان يلعب بست لاعبين. خليل لدونجل، لو محدش هيقابل تاني برضه هيبقى فيه أهداف. لازم تحصل مقابلة. تاني. لكن الكرة عبد الرحمن كان بيعلق الكرة كده مصطفى بشير، لكن اخترق برضه مصطفى بشير. وادي علي حازم، تمريرة لدونجل. يا سلام يا دونجل، بيميل بجذعه ولا أروع يا دونجل. تصويبة جميلة جدا كده بيميل بجذعه دونجل. 20-15 بيخرج برضه فلفل، بيخرج محمد علي. الزمالك بيلعب 6 لعيبة وهو أساسا في إيقاف 2 دقايق على حازم ممدوح. لكن يمكن شايفين في سهوله شويه في من مدافعي نادي هليوبلس في اختراقات لعيبه نادي الزمالك.
قادرة تخترق، عملوها أكتر من مرة وبينجح فيها تاني. كان لازم يغير زاويته لكن مازال مسلسل الاختراقات. وادي كريم شكري وفي أصعب زاوية على الحارس، بيحط كريم شكري كورته وهدفه الرقم 16، تاني قلص فريق الأهداف. مصطفى بشير ضيع كورتين ورا بعض، هنشوف هل هيخرجوا حسين زكي. عملها له لوكا ولا اروع، عمل له الزياده بالضغط جميله جدا. اهو بينزل احمد حسام تاني، بيروح احمد حسام في الرايت وينج ويجيب احمد الاحمر في الرايت باك. لوكا بيعمل الزياده وتفويت كده وتقاطع تاني. واحده تانيه صاروخيه من مصطفى خليل، قلت ما حدش بيقابل تماما اللعيبه قدام منهم، وبيبقى في اريحيه للخط الخلفي لنادي الزمالك في التصويب، محدش بيقابل. ينزل علي هشام، نجم المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. حاجة جميلة جدا لما الآباء أبنائهم يكملوا مسيرتهم في الملاعب. وادي فاول على المهاجم، حافظك تماما يا، وبيقطع الكورة سيف وبيجيب التمريرة تاني، بيعمل عليها تري دونجل، بيعمل تمريرة لكن في فاول، رمية حرة. أحمد حسام 21-16، بنلعب في الدقيقة 28. استنى دايما المساندة اللي بتيجي من الرايت باك مروان علاء اللي بيلعب مكان حازم، علي حازم. مروان علاء نزل يمكن بنسبة 70-80%، تشكيل نادي هليوبلس ما اتغيرش. دونجو مروان على الدايرة ليه هشام، والتصويبة والهدف رقم 17. ولا لا؟ احمد الاحمر بيعمل الزياده ليه؟ احمد مؤمن صفا وعايز يسيب الكوره لكن يصدها الحارس. وادي احمد الاحمر بيتكلم مع محمد سامي بيقول ان هو دخل منطقه الستة متر. وادي دونجول، خلاص الثواني الاخيره، الثواني الاخيره. ومحمد علي، محمد هتلر، هتلر محمد رمضان، احمد الاحمر، احمد الاحمر، والكرة هدف. يا خبر ابيض، مش ممكن على الاثارة. وادي في اعتراض من لاعبي نادي هليوبلس على ان الصفارة طلعت قبل عبور الكرة المرمى، هنشوف. وادي مروان علاء بيتكلم، وادي احمد الاحمر. وادي الكابتن الفي نزل على طول الملعب مباشرة، لسه بنقول في روح ود، هنشوف الكرة تاني مع بعض. لازم الكرة تكون اتجاوزت خط المرمى بالكامل قبل انطلاق الصافرة، لو الصفارة طلعت بتوقف تماما ويعني تعمل زي سادن ديس، موت مفاجئ للعبة. هنشوف القرار ايه. لازم الحكمين يتشاوروا مع بعض، ادي الكابتن الفي بيتكلم معاهم يقول له لازم تخرج يا كابتن، لازم يتشاوروا مع بعض ويرجعوا تاني للمراقب الفني. وبيحتسبها رمية 7 امتار،
وادي اعتراض من الجهاز الفني لنادي الزمالك. وادي عقوبة إدارية على الكابتن حسين زكي مدير فني نادي الزمالك، اعترض على قرار. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين ومتابعي أون تايم سبورت في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى يعني مع بداية أحداث الشوط الثاني من لقاء نادي هليوبلس صاحب الأرض صالة نادي هليوبلس من الشروق مع نادي الزمالك في الجولة رقم 9 من دوري المحترفين موسم 2020-2021. انتهت أحداث الشوط الأول بنتيجة 22-17 لنادي الزمالك، وكان كده الكرة الأخيرة حصل فيها لغط، هل الكرة تخطت المرمى ولا لأ؟ ويمكن يعني لو كانت الكرة دي بره كان يبقى لازم في تقنية الفار علشان تقدر تحدد، لكن الحكمين بعد ما احتسب ان كرة هدف بعد كده احتسب 7 متر واحرز الهدف احمد الاحمر. الشوط الاول سريعا كده للي لسه بيفتح وبيجيب اون تايم سبورت وبيقلب، هنقول له ان كان لقاء نادي هليوبلس ونادي الزمالك ماشي جون بجون، نادي الزمالك فرق في الدقيقة 18 غير التشكيل كله كابتن حسين زكي، كان بيلعب محمد علي هو اللي ثابت في حراسة المرمى، غير بقى أحمد الأحمر وحسن قداح ويحيى الدرع وأحمد حسام وعمر بكار وأيضا خالد وليد، ونزل مكانهم أحمد مؤمن مصطفى ومصطفى خليل ومصطفى بشير ولوكا وحازم ممدوح وعلى الدايرة وسام سامي. وادي الكورة اهي بيعيدها لنا المخرج اللقاء، حاجة جميلة جدا. الإبداع برضو مش في اللعبة بس، أنت كمان لازم علشان تبقى عندك صورة جميلة والصورة تطلع تعجب المشاهدين لازم الإبداع أيضا كمان يبقى من الإخراج والتصوير. تحية لمخرجنا الجميل وطاقم التصوير وكل الزملاء اللي في الاستوديو اللي بيخرجوا لنا الصورة بهذا الشكل. زي ما بقول لحضراتكم وابتدى يحافظ نادي الزمالك، عمل روتيشن للاعبين حسين زكي المدير الفني لنادي الزمالك، هو واقف بيتكلم مع اللعيبه ومع حسن يسري المدرب العام وايضا ابو بكر كان مدرب حراس المرمى، كابتن حماده عبد الباري مدير اداري الجهاز، وايضا كابتن جمال شعبان مدير اداري، والكابتن خشبه مدير اداري. وادي اهو اللقطه وكابتن حسين زكي كان بيعترض والكابتن ألفي واقف. شهبندر تجار السعادة في كرة اليد المصرية، كابتن جمال شعبان وادي أبو بكر هم بيتكلموا، خلاص الكرة اتحسبت وحصل على أثر هذا الاعتراض حسين زكي. دي الكابتن هاني سعيد المراقب الفني للقاء، خد بطاقة صفرا حسين زكي، ما كانش فيه داعي خلاص. المباراة ماشية برتم جميل جدا بين الفرقتين، اللعيبة بتقدم فنون اللعبة بشكل جيد جدا. وادي يعني سلام مخرج اللقاء عمل لنا كده بريفيو سريع للأحداث الأخيرة وأهم حدث في الشوط الأول. وادي الكابتن ألفي بيتكلم بقى مع يحيى الدرع وادي حسن يسري، وقلت بقول لحضراتكم من البداية روح جميلة ما بين الجهازين الفنيين وبين اللاعبين، أكتر من لاعب انتقل من نادي هليوبلس ليه نادي الزمالك، وايضا في لعيبه رجعت تاني من نادي الزمالك كانت بتلعب في هليوبلس رجعت تاني لنادي هليوبلس. عايزين نقول ان بالامس طبعا كان اول مره تذيع قناه اون تايم سبورت الشامبيونز ليج للرجال، مباراه في قمه المتعه والاثاره ما بين بورتو البرتغالي والبي سي جي الباريسي، النادي الباريسي الاشهر في عالم كره اليد باريس سان جيرمان. ايضا اليوم بعد هذا اللقاء في مباراة ولا اكثر ولا اروع في المتعة والاثارة ما بين نادي كييل الالماني وايضا مع نادي برشلونة والنادي الكتالوني، وعشاق برشلونة في كل مكان او برشلونة يعني هيستمتعوا ان شاء الله على شاشة اون تايم سبورت. نجمنا بالامس يحيى خالد لاعب نادي فيشبرم المجري بيحرز 6 اهداف
على البورج الدنماركي بنتيجة تنتهي المباراة 33-27. سجل 6 أهداف كلاعب من اللاعبين في هذا اللقاء الأكثر تسجيلا مع زميله بيتر نيديتش اللاعب الصربي. أيضا نجمنا محمد سند لاعب نادي نيم كان عنده مباراة مع نادي كريستيساند السويدي ولكن أحرز 10 أهداف لكن لم تسعفه هذه العشرة أهداف بالفوز وخسروا اللقاء. نجمنا أيضا محمد ممدوح هاشم بيلعب في بوخارست في دوري كأس الاتحاد الأوروبي في نفس المجموعة مع محمد سند وأحمد هشام السيد اللي بيلعبوا في نادي نيم. عندنا محترفين في كل مكان. أحمد الأحمر ورمية جزائية وهنشوف يا على المهارة يا السلام على المهارة بالهدوء وخبرة السنين وعبق السنين ومسك كرة اليد أحمد الأحمر. بيعود مرة تانية زي ما قلت لكم طريقة لعب حسين زكي متشربة تماما ب يعني شغله في الدوري الأسباني وعمله مع ديفيد كامارا المدير الفني لنادي فاردار المقدوني أحد أعرق الأندية الأوروبية وأيضا عمله مع جارونتو بارسيا المدير الفني للمنتخب المصري الاثنين أسبان. لعب بالتشكيل تاني يعود بيه اللي لعب مع بداية الشوط الأول واللي غيره وادي يحيى الدرع تقع كده منه الكورة لكن بيحصل عليها مروان علاء سيف الدرع. قلنا المباراة بتجمع لكريم شكري وتصويبة في الحارس محمود خليل فلفل اللي بيغير هو الوحيد كده اللي غيره حسين زكي لكن دي نفس التشكيلة اللي لعبت وادي خالد وليد تصويبة بره الملعب. سيف الدرع وقلنا مباراة تجمع ما بين الأخوين وادي الهدف مروان علاء كان لعب في نادي الطيران كده ورحلة نادي الطيران ونادي الزهور ونادي الجزيرة واحد من اللعيبة المميزة من جيل 90 اللي حصلوا على رابع العالم مع الكابتن عبدو عبد الوهاب اللي بقى دلوقتي أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري كرة اليد اللي بيشاطره الأحزان في وفاة السيدة والدته. كل التعازي للكابتن عبدو عبد الوهاب. حسن قداح مواليد 2000 انتقل من نادي الشمس الموسم الماضي بقى واحد من ابرز لاعبي المنتخب الاول على الدايره. يا سلام قلت فيه يعني ارتباط وثيق جدا جدا. وادي كريم شكري والرد السريع وتقليص فريق الاهداف في اول 3 دقائق يقلص فريق الاهداف من 22-17 دي النتيجه اللي انتهت بها الشوط الاول الى 23-20. قلنا يقود هذا اللقاء تحكيميا كابتن محمد سامي ومحمد المعاملي من منطقة الدقهلية. كابتن هاني سعيد هو المراقب الفني لهذا اللقاء. أيضا أحمد عبد المجيد كمسجل وبسملة وائل نقاطي. كابتن ألفي أحمد نبيل كابتن هشام أدري كابتن توفيق الجهاز الفني والإداري لنادي هليوبلس. اللي يفوز من لقاء اليوم يتصدر المجموعة. نادي الزمالك يتصدر المجموعة الأولى عنده 15 نقطة وهليوبلس عنده 13 هو وصيف المجموعة الأولى وبيجي وراهم نادي طلائع الجيش على الدايرة وأعتقد فيها 7 متر رمية 7 أمتار. وادي مصطفى دونجل بيعترض لازم الحكم يعني هيكون له قرار معاه طبعا لازم يكون له قرار معاه. الاعتراض بهذا الشكل غير مسموح بيه تماما. في ايقاف 2 دقيقة. وادي سبيشاليست الرميات الجزائيه في الكوماندوس. بص على طول كابتن الفي راح يكلمه يقول له احنا ما عندناش الكلام ده ما حدش يعترض. دونجل لعيب كبير وقامه كبيره وخارج الملعب تماما.
احمد نبيل اهو بيكلمه كمان مدربه بيقول له اهدى. دونجو لعيب كبير ولعب في نادي الزمالك وحصل على العديد من البطولات مع نادي الزمالك، لكن احيانا في كرة اليد من سخونة اللقاء واللعيب حرصه على نتيجة المباراة وعلى فريقه ممكن بيبقى عنده كده حالة من الحمية شوية، نتمنى انها ما تخرجش عن هذا الاطار. عمر نادر، مروان علاء، هشام شديد، مروان علاء في الرايت باك، سيف الدرع اللي جه في مركز صانع اللعب وبيعمل تمريره كان ممكن يعدي كان ممكن يخلص، لكن شايفين الاخين سيف ويحيى الدرع فيهم نفس الجينات في اللعب مع لاعب الدايره، ده بيلعب مع شديد ازاي وده بيلعب مع خالد وليد ازاي، نفس الجينات و في كرة اليد سيف الدرع ويحيى الدرع. مروان علاء، سيف بيبحث عن لاعب الدايرة والمساندة الهجومية، عمر حاول يعملها كده لكن ما خدش باله منها، تمريرة غير منضبطة، سيف الخداع والتمرير لأحمد الأحمر والتصويبة بمنتهى السهولة، خلاص الكورة بقت بتحب أحمد الأحمر، الكورة بتعشق أحمد الأحمر، الكورة دايما تطاوع أحمد الأحمر. عبد الرحمن عادل مندي كان عايز يعني يتصدى للكورة. 24-20 بنلعب في الدقيقة 6 من أحداث الشوط الثاني في اليوبنس والزمالك، الجولة رقم 9 من دوري المحترفين. محاولة الخداع والتصويب من سيف الدرع على فلفل، لعب في نادي الطيران فلفل وانتقل لنادي الزمالك، وادي سيف الدرع و محاولة للتصويب لكن في رمية حرة، يستدعي عامل الملعب علشان تكفيف الارض بيبقى فيه بلل كده، طبعا اي ميه على الارض بتسبب يعني عدم ثبات اللعيبه على ارضيه الملعب، فممكن لا قدر الله يبقى فيه اصابه، مهم جدا الحاجات البسيطه دي، الحكام لازم من شروط واجبات الحكم قبل النتيجه وقبل ان هو يحسب 7 متر او يدي عقوبه هي سلامه اللاعبين والتاكد بان كل الامور يعني مهيئه تماما لسلامة اللاعبين. هتقول له كابتن ألفي ما ترجعش لورا، لازم يقابله، شفنا نادي الزمالك في الشوط نهاية الشوط الثاني كل التصويبات كانت على الدايرة 7 أمتار على طول صريحة ما فيهاش كلام، يحيى الدرع ويعني زي ما تقول كده في سيجنال في إشارة في انفراريد ما بين الاثنين غير مرئية لكن هما الاثنين اللي بيشعروا بيها بس. بيخرج موندي وبينزل اكرم اللي خد الشوط الاول كده في بدايته، محمد اكرم ومواجهه مع بكار، بكار واكرم يتصدى لكره بكار، اكرم يتصدى لكره بكار، رحله بكار كده من نادي الجزيره ثم النادي الاهلي ثم نادي الشارقة، طبعا بمناسبة نادي الشارقة النهاردة يا جماعة ختام كأس رئيس الإمارات ما بين نادي شباب الأهلي ونادي الشارقة، 2 مديرين فنيين مصريين، هاني الفخراني في الشارقة والكابتن عاصم حماد في نادي شباب الأهلي، حاجة طبعا فخر لكرة اليد المصرية، أيضا مع كابتن علي زين و فايز لاعبي النادي الأهلي اللي بيلعبوا في نادي الشارقة، أيضا أحمد عاصم ونجل حسين زكي، يوسف حسين زكي بيلعب في نادي الشارقة، 4 لاعبين مصريين في نادي الشارقة على الدايرة و7 أمتار، خالد وليد بقول لكم بيعيش أحلى أيامه في كرة اليد، يعني مش هنقول كمان نادي الزمالك هيضيف له كمان أكتر وأكتر من خبرات اللعيبة اللي موجودة، لكن هو جاي محمل ومثقل بكم من الخبرات في نادي اليوبلس حاجة ولا أروع. بقى واحد النهارده من
أهم الأوراق داخل المنتخب المصري وداخل نادي الزمالك دفاعا وهجوما. الجولدن بوي وأشهر من ارتدى القميص رقم 66 ومواجهة راس راس مع أكرم والهدف رقم 25. بيتكلم حسين زكي مع المدافعين مع وليد حسن وليد قداح رقم 42 عمر نادر مروان علاء سيف الدرع شديد اهو كابتن الفي بيقول لهم هتعملوا ايه عايز يسمع هم هيعملوا ايه بيجري الجناحين على بعض كريم شكري على اشول على مروان علاء مروان علاء بيروح من الزاوية العكسية بتاعته خالص يعني بيروح هو رايت باك بيروح يضرب من عند اتنين اللي ناحية الليفت باك اشهر لاعب في العالم بيعملها لاعب البي سي جي نديم رميلي دايما بيضرب من فوق اتنين العكسي وفلفل بيتصدى للكورة ادي نادي الزمالك بيجري الدرع لبكار وتصويبة ولا اروع من بكار تحس كده في هدوء وثبات انفعالي داخل لاعبي نادي الزمالك ده مش من فراغ ده من كم الخبرات اللي مروا بيها كتير كتير جدا 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 لعيب مهاري كل اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب سواء من نادي الزمالك او من نادي هليوبلس كلهم دوليين كلهم لعبوا على مستوى المنتخبات وكلهم مهاريين مروان علاء سيف الدرع بيحاول يخترق كده من عند قداح ودي حسن اهو بيحاول يثبت او فعلا بيثبت مروان علاء اتغير تماما يعني هيئته وشكله وجسمانيا وفكره منذ انتقاله لنادي الزمالك تلعب مع الكوماندوز تبقى انت لازم كوماندوز فريق المهمات الصعبة نادي الزمالك مروان علاء بخبرة كده خالد وليد بياخد الكرة من ايده لكن في لمية حرة 26-21 وسيف الدرع يا سلام يا سلام على التصويبة ما بين فراغات المدافعين الاحمر الحكم ادى ادفانتج كده لان لقى الكوره راحت ليحيى الدرع وكان ممكن يعمل الزياده او التصويب لكن احتسب تاني رميه حره خالد وليد كابتن الفي بينادي على مروان علاء بيقول له اعلى يعني على حسن قداح علشان ما تجيش زياده لكن الزياده جت من الأحمر للدرع 27-22 يقول لك المقابلة فيها مشكلة شوية عند لعيبي نادي هليوبلس بص المقابلة فين بياخد بلوك من تحت لا لازم تطلع له بره شوية مش الدرع اللي اتاخد له بلوك من تحت لازم تطلع تقابله من بره شوية علشان تمنع القدرات التصويبية أدي عمر نادر نتمنى له السلامة بيشتكي كده من حاجة في كتفه بينزل دونجل تاني مصطفى صادق وادي الكابتن الفي خبرة ومدرسة ويعني نقول زي ما تقول على نادي هليوبلس وعلى الكابتن الفي خلال العقد الاخير اخر 10 سنوات دونجل يا سلام يا دونجل على المهارة بيمتاز بالخداع اللي بيعمل بجذعه كده بيروح ويغير اتجاهه مرة واحدة يا سلام عليك يا مصطفى يا صادق لعيب مهاري كان خيار صعب جدا جدا على الجهاز الفني النادي الزمالك والمقارنة كانت ما بينه ولكن كان وقعوا في اختيار كان لازم في لعيبة تغادر قائمة نادي الزمالك كريم شكري
يا خبر ابيض على قوه الكوره، لكن كانت مش محتاجه القوه دي يا كريم، لكن حطها في زاويه صعبه جدا. ادي احمد نبيل يعني بيبص كده وعايز يقول له كان ممكن تتلعب باسهل من كده. الكوره راحت تقريبا فوق كده عند، بص قوه الكوره راحت فوق عند الجماهير فوق. احمد الاحمر كده بيتكلم مع حسام، قال له على حاجه هينفذوها، وادي الدرع هيبتدي ينفذ، خلاص الدرع اهو في تاكتكس معين هيتنفذ. قداح للدرع الاحمر، قداح بيحب يصوب كده من اعلى مركز اتنين في الدفاع. ادي قداح هيروح على النص، تصويبه قويه لكن خارج بعيد عن المرمى. موندي سيف الدرع رايح كده وعلى بيلعب لمروان، والتصويبه 7 متر طبعا، فيها دفعه من بكار عمر الوكيل، في دفعه واضحه تماما. نشوفها تاني مع بعض. يا سلام على الاعاده، انا عجبني جدا مخرج اللقاء، ادي الدفعه مفيش كلام يا بكار باينه. تحيه لمصطفى المعاملي في المكان والزمان. مروان علاء ومواجهه مع فلفل زميله السابق في نادي الطيران، لكن العارضه تتعاطف معاك يا فلفل، زميله السابق، لعبوا مع بعض في منتخب 90 ثم في نادي الطيران، بعد كده بقى يعني الحياه الاحترافيه والبحث عن الذات، كل واحد خرج من نادي الطيران، احد معاقل كره اليد في مصر نادي الطيران. بكل سهوله بكل يسر، قلت محدش بيقابل، لازم حد يعلى على الدرع، لعيب خطير لعيب مهاري. ابتدى التغييرات بقى في نادي الزمالك، اهو بينزل هتلر مكان خالد وليد، اطمن بقى على لعيبته وبيطمن كمان للنتيجه. كل مدرب بيبقى عنده حساس كده، سنسور معين بيستشعر بيه ان المباراه بتقترب، وان هو بيضع وبيهيمن وبيسيطر بايده على مقاليد اللعب في المباراه. ده اللي بيشعر بيه دلوقتي حسين زكي، فارق 6 اهداف 28-22، والتقدم لنادي الزمالك. وادي سيف الدرع بيعزف كده مقطوعة جميلة بيعملها، 28-23. سيف الدرع بيحاول يعمل تراي على الكرة، لكن في لقطة كده ما بينه صراع ما بينه وما بين أخوه. ادي الكورة، كورة ما بين يعني لقطات جميلة جدا الأخين، واحد بالقميص الأبيض واحد بالقميص الأزرق. وسام سامي نوار، وادي بينزل تاني بشير مكان، شايفين يا جماعة تاني الدقيقة 16، يعني إذا هناك سيستم في توقيتات معينة للتغيير، مش تغيير من أجل التغيير ولا تغيير عشوائي. ده الروتيشن بيحافظ على لعبته، بيحافظ على نسق المباراة. مروان علاء، وادي دونجل واحد على واحد، زمايل كانوا مع بعض هو ومصطفى بشير في منتخب الشباب والناشئين. تمانية وعشرين اربعة وعشرين، الدرع والاحمر كده تمريرة سحرية خلفية، لكن مصطفى بشير تصويبة خارج الملعب. الدرع ابتدى تصويب، 28-4-25، وعلى طول نفس اللي حصل بالظبط، نفس اللي حصل بالظبط في الشوط الاول. يبدو ان في حاجه كده، هتلر
المباراة ماشية بهدوء. ما بين هتلر وما بين سيف، ويا سلام على الأخلاق، يا سلام على الروح، يا سلام على اللي دايما نقول عليها الرياضة أخلاق وروح رياضية. سيف الدرع بيروح كده ليه هتلر وطيب خاطره. يمكن الكرة اللي فاتت التحموا فيها الاتنين مع بعض بقوة. الشباب والخبرة. الأجمل إن كل اللحظات اللي بيبقى فيها شد وجذب، شايفين اللقطة؟ شايفين الروح؟ خلاص خلصت. لو في إيه؟ الأمور انتهت. الروح، المصافحة، التسامح، هي دي أسرة كرة اليد. 28-24. دايماً شعار الاتحادات، الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية، الفير بلاي، ميبقاش فيه عنف في اللعب، يبقى فيه دايما روح جميلة. هو ده الهدف من الرياضة، الترابط والتآخي والتواصل ما بين كل الأعمار وكل البلدان وكل الشعوب، وتصويبة ودفعة كده بذكاء في إيقاف دقيقتين على عمر نادر. المباراة عايزينها تمشي بهدوء. ادي كابتن الفي بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام بيتناقش مع محمد سامي. الحكم يا جماعه ما بيرجعش في قراره، طالما الصافره طلعت خلاص هو شايف حاجه هنشوفها تاني. اللمسه اللي في الهواء دي خلاص هو شاف 7 متر. الأحمر ومندي، ومسلسل المواجهات الفردية من الرميات الجزائية. راس الأحمر، والسلام. يا سلام يا أحمر، يا سلام على الخبرة، يا سلام على الهدوء، يا سلام على المهارة. 36 سنة عبارة عن وعاء كبير يمتلئ بكرة اليد، معجون في مهارة كرة اليد. شايفين جذع الإيد، شايفين الرزغ، شايفين الريست، شايفين كل حاجة، كل العضلات الصغيرة حتى عضلات الوجه بتروح مع أحمد لحظة. 29-25. المباراة بتعلى يعني على فترات، نتشد ليها على فترات. ادي الأحمر ودونجل كده، وإيقاف دقيقتين. قف دقيقتين على مصطفى بشير، بيقول ان في دفعه في دونجل. يبقى الفرقتين كده في نقه، فعلا في دفعه مع الحكام. يعني الحكم مش من مصلحته ان هو لا يجامل هنا ولا يجامل هنا. الحكم نازل ايضا زي ما كل فرقه بتلعب من اجل اسمها، وكل لاعب بيلعب من اجل اسم فريقه ومن اسمه. الحكم برضه بيلعب باسمه. على الدايره والتصويبه، تصويبه قويه جدا. 29-26. هنا في نقص عدد وهنا في نقص عدد. هنشوف المرمى خالي اهو، بيقول لك زياده اهو، سامعين مع بعض. اذا بقى في زياده عدديه. نادي الزمالك بيلعب 6-5 علشان يعمل الزياده. وادي الدرع، يا سلام على المهارة، يا سلام على التصويب. هنشوف اليوبلس ايضا هيرد الجون فاضي، كان لسه فلفل منزلش لكن تسرع في التصويبة. دقيقة 20. برضو بيخرج الحارس وبيعمل الزيادة. أصبح لها تاكتكس ولها إعداد جيد جداً.
الدرع. مروان علاء كده بدون قصد ايده كده تيجي في وجه الدرع. شايفين الروح؟ الراجل قايم مفيش اي حاجة، عارف ان هو ما يقصدش. على الدايرة كده كان عايز. خمس لاعبين دلوقتي من الموجودين، ادي قداح، وفي ايقاف دقيقتين تاني على مروان علاء. التحام قوي جدا مع حسن وليد، يعني لو جبنا كده نادي الزمالك عمر بكار هو الليفت وينج الاساسي للمنتخب، حسن ليفت باك اساسي في المنتخب، وسام لاعب دايره اساسي، الدرع لاعب صانع لعب اساسي، الاحمر اساسي. تصويبه قويه جدا جدا من الدرع 31. ودي كريم شكري، كريم شكري على طريقه اخدم نفسك بنفسك، لكن في رميه حره بيتصدى لها فلفل. الدولي الوحيد اللي بينضم مع المنتخب هو سيف الدرع من نادي هليوبلس. في التشكيله اللي امام حضراتكم بينزل سيف، سيف نور، بالقميص رقم 10، هشام شديد كده بيشاور ليه يعني في لقطة طريفة بيقول له عايزين نشوفها في الفار. ادي دونجو، وادي دفعة قوية من هتلر، بيقع عليه كده هتلر. اكتمل نادي الزمالك وما زال في نقص عدد في هليوبلس 31 26. هشام شديد على اداء الرميه، رميه حره. وادي سيف الدرع بيقول له على حاجه عايزين يعملوها مع بعض. اهو اللقطه الجميله بيجيبها لنا مخرج اللقاء، ادي هشام هو بيقول للحكم عايزين الفار. طبعا هو لسه لم يطبق في الدوري المصري، لكن في دوري ابطال اوروبا موجود وبعض الدوريات الاوروبيه. وادي دفاع من الداخل، يعني الملاحظه اللي انا واخدها كده كاتبها عندي في الورقه، اعتراضات من الفريقين والمباراه سهله. وادي فلفل بيتصدى لكورة سيف الدرع، وادي رايح اهو لابو بكر مدرب حراس المرمى بيتكلم معاه، وادي محمد علي. والاحمر لقداح، التصويبة الشهيرة، التصويبة بيحط الكرة بالراحة. الراجل يعني لسه كان راجع من إصابة يصيب كده وهو في معسكر المنتخب، لكن الحمد لله تمثل للشفاء وهو لعب امام حضراتكم. وادي كريم شكري، والتصويبه تيجي كده في وجه فلفل. سلامات 32 26. بينزل ابو بكر كده مدرب الحراس يطمن على فلفل. تلك الكرة دي بتبقى فيها سرعة، لأن كمان بيبقى فيها عنصر مفاجأة، بتبقى مبختة، يعني نتمنى السلامة للجميع. سرعة من 3 متر أو من 4 متر وقوة الكرة إنها تيجي في الوجه.
سلامات لفلفل، سيف لهشام، لسيف نور دونجل، سيف ودونجل عايز كده بذكاء يخش بالكرة جوه علشان يدخل معاه أحمد حسام، يبقى فيه 7 متر، فارق 4 أهداف. سيف نور لسيف الدرع، سيف نور رقم 10 بيلعب في الرايت باك، على الدايرة كرة تروح لفلفل الأحمر، وبكل سهولة الهدف 33 من أحمد الأحمر. وادي رمية إرسال سريعة نشوف هينفذوها إزاي. دونجل عايز يعدي، عدى لكن في دفاع بقوة عليه من هتلر محمد رمضان. وقت مستقطع بيطلبه أحمد نبيل. 33-26 بنلعب في الدقيقة 23 تقريبا، أقل من 7 دقايق على نهاية أحداث الشوط الثاني. زي ما بقول لحضراتكم يعني تقريبا مع نهاية أحداث هذا اللقاء، يعني إحنا على موعد مع المتعة، موعد مع الإثارة، موعد مع التشويق في مباراة نادي كيل وبرشلونة على اون تايم سبورت في سابقة لم تحدث قبل كده على مستوى يعني التلفزيون والنقل التلفزيوني في مصر. تشامبيونز ليج، دوري الأبطال الأوروبي. وجهت التحية والشكر ووجه لهم تاني التحية والشكر، بيرسموا البسمة لكل عشاق الرياضة ولعشاق كرة اليد. أسرة اون تايم سبورت إدارة بالكامل بتفكر ازاي تسعد المتابعين والمشاهدين. قلت علشان كنت تقدر تتفرج على نجوم العالم دول كنت لازم تدفع علشان تحصل على الخدمة، لكن دلوقتي الخدمة بتجيلك مجانية اون تايم سبورت. كل الشكر والتقدير للقائمين على القناة الغالية، القناة العزيزة اللي بتقدم لنا كل ما هو غالي وكل ما هو ثمين لعشاق الرياضة المصرية. دونجل، ويا سلام على قطعة التمريرة والتصويب وهدف، هدف من أحمد الأحمر. 34-26 الفارق وصل ل8 أهداف. ودي دونجل على كان عايز يسيب على الدايرة لكن سيف نور يرجع تاني بالتمريرة. دونجل عايز يجد مساحة دونجل ليخترق بيها دفاعات نادي الزمالك، ناجحين جدا في قفل منطقة العنق اللي هي منطقة النص. هو بيدخل منطقة العمليات والإنهاء. سيف نور ليه سيف الدرع، 1-1 بيعمل الزيادة والاختراق والتصويبة من سيف نور، والهدف رقم 27. وادي رمية إرسال سريعة، سيف الدرع هيقف على كورته، لا يكمل الكرة لقدام لحسن قداح، ودفاع قوي من هشام شديد. لعبوا مع بعض الموسم الماضي، كان هشام منتقل من نادي الطيران لنادي الزمالك. ينزل وسام سامي نوار، وادي لوكا بينزل بيقول لهم 7 ليفت. تقريبا كل ما لوكا بينزل بيعمل التكتيك ده، 7 ليفت يعني مفارقة عملها برضو في الشوط الأول. 7 ليفت بينزل يعمل زيادة عددية تبقى 4-2 علشان يدي مساحة من العمق للتصويب لأحمد الأحمر. وادي الهجوم الخاطف، كان عايز يعمل الكرة للجناح. وادي كريم شكري يعني تمريرة غير منضبطة، معلش. 34-27 ادي في إشارة كده رقمية، حسين زكي بيشاور ليه قداح بيقول له 3. وادي 1 ليفت تاني تاكتكس بيعمله، حفظنا خلاص مع بعض التاكتكس اللي بيعمله. وادي سيف الدرع بيلعب عالي، بيلعب 5-1 بره عالي. 1 ليفت تاني بينزل علشان يدخله قداح، عايز يعدي لكن في 4 خطوات، 4 ستيبس على قداح، مشي بالكوره تبقى رميه حره. ودي 1-1 يعدي، يا سلام يا سيف، يا سلام يا سيف. ومحمد مصطفى المعاملي بيحتسب رمية
جزائيه. دونجل وفلفل، دونجل وفلفل، دونجل والتصويبه وهدف ايضا لعبوا مع بعض الموسم الماضي 34-28 تقريبا اقل من 4 دقائق على نهايه احداث الشوط الثاني. هنشوف هيعمل ايه تاني. بيخرج حسن قداح وبيروح الدرع ويبدل كده مع لوكا. لوكا اللي بيعمل خداع، كان عايز يعمل واحده من العاب الهواء. بذكاء كده موندي بيخرج الكره بره. وادي الزياده اللي بيعملها، القادمون من الخلف، سيف نور ودفاع قوي عليه جدا من لوكا، واعتقد هيبقى في ايقاف دقيقتين على وسام ولا على لوكا. الاثنين خرجوا، هنشوف مين فيهم اللي حصل على ايقاف دقيقتين. ادي هتلر بينزل، مش عارفين مين اللي الاثنين خرجوا، واحد خرج للايقاف واحد خرج للتبديل. تصل الكره للجناح اللي اختفى تماما، اشول ما شفناهوش خالص في الشوط الثاني، كرات ما بتوصلوش. دايما شغل نادي هليوبلس في منطقه النص والعمق اللي هي منطقه عنق الزجاجه في الملعب ما بين الفيرود وما بين صانع اللعب والليفت باك. وادي الكره على الجناح، دي كريم شكري الاكثر ظهورا. تصل الكره، وادي الثاني اهو اشول بيسمعني وبيقول لي انا اهو بس الكره تجيني. 34-29 يبقى اللي خد الايقاف هو وسام، لان لوكا نزل. وبينزل خالد وليد، بيخرج حارس المرمى علشان يعملوا يبقوا 6 لعيبة على 6 لعيبة. وادي بيلعب عيلي تاني اهو، بيلعبوا كده يعني قريبة من 4-2، بيعلى بس هي كده 5-1 مايلة ناحية احمد الاحمر. شوية سيف الدرع بيقفل ناحية الاحمر علشان يوقف خطورته وتمريراته ما بينه وما بين لوكا، مايل شوية ناحيتهم. في اشارة لعب سلبي، يعمل واحدة من العاب الهواء، تصل لبكار. يا سلام يا بكار، يا سلام يا بكار، بيستلم الكورة في زاوية صعبة جدا جدا. 35-29 وادي تاني سيف، لو لعبوا شوية على اشول اعتقد ان هو هيقدر يفتح الملعب ناحية الرايت كمان، لكن هم كل تركيزهم. ادي كريم شكري بيعمل تمريرة جميلة جدا من الليفت وينج للرايت وينج، لكن الكرة تبقى رمية جانب، رمية جانب بتتلعب. سيف، سيف بيبحث عن الوان تو مع لاعب الدايرة هشام، قلت في ما بينهم سيجنال زي ما بين الدرع الكبير وما بين خالد وليد. دونجل ومحاولة الاختراق لكريم شكري والتصويبة وهدف من كريم شكري، الهدف رقم 30. يمكن بنلعب خلاص في آخر 30 ثانية. 35-30، الفوز ده يخلي نادي الزمالك ينفرد بقمة المجموعة. أدي الدرع، تقع الكرة من الأحمر لكن يجيبها تاني. الدرع بيلعب عليه عالي أخوه سيف. يا سلام يا لوكا، عمل خداع. يا سلام يا لوكا، بينهي المباراة بلقطة جميلة. هو اللعيب بيضحك يا جماعة، اللعيب عارف ان هو عمل حاجة ممتعة، عمل حاجة بتعجب الجماهير، هو كمان راضي عن أدائه، يحس ان هو بدنيا واقف على رجله. كرة جميلة جدا عملها لوكا. 36-30، الثواني الأخيرة خلاص وصافرة نهاية أحداث هذا اللقاء الذي جمع ما بين هليوبلس ونادي الزمالك في الجولة رقم 9 من دوري المحترفين. أعزائي المشاهدين ومتابعي أون سبورت في كل مكان، 36 نادي الزمالك، 30 نادي هليوبلس. سعدت بلقائكم، كان معكم المعلق الرياضي محمد راغب.
والله بيقولوا لي لسه.